اول حاجه واول جزء في الفيديو هو ازاي اترجم الكورسات الاجنبيه للغه العربيه. انا ضربت مثال بموقع يوديمي كاشهر او من اشهر المواقع الموجوده على الساحه في التعلم الذاتي. فنفترض انا دلوقتي بدرس كورس على موقع يوديمي قدامكم اهو، وانا مشغل الفيديو او الكورس وكلام كتير قدامي وهو شغال الفيديو، للاسف انا مش فاهمه ومش قادر اترجمه، وبالتالي انا مش مستوعب ولا مستفاد من الفيديو او الكورس اللي انا باخده دلوقتي. كمان دي نقطة مهمة، لان موقع يوديمي كمثال مخصص، واغلب او في مواقع كتير جدا بتكون الكورسات اللي عليها للاسف باللغه الانجليزيه بس او لغات اجنبيه اخرى غير اللغه العربيه، فبتكون دي معضله جدا قدام الناس ان هي تتعلم باللغه الانجليزيه وان هي تاخد المحتوى اللي هي عايزاه من المواقع دي. وطبعا الافضليه للمواقع دي من حيث الجوده بتاع الفيديوهات نفسها او من حيث الاعداد او من حيث حتى المحتوى نفسه بيكون عملاق مقارنه بالمحتوى العربي الاقل شهره والاقل جوده يعني. فدلوقتي انا مضطر ان انا مثلا فيديو زي ده او كورس زي ده مضطر ان انا ادرسه، فاعمل ايه؟ ازاي بقى احول الفيديو ده او الكورس ده للغة العربية بحيث ان انا يبقى سهل عليا فهمه؟ في دلوقتي اتجاهين. اول حاجة هو ان انت اصلا تترجم او تشغل الترجمة السبتايتلز نفسها وتمارس بيه اللغة الانجليزية، هتبقى الترجمة تحتيك او جنبك وتحاول تجمع. لكن دي من نقطة وحشة او سيئة، لان هي ممكن تسبب لك تشتت اصلا، ويا اما تركز في السبتايتل يا اما تركز في الصوت يا اما تركز في الفيديو او الشرح نفسه، فالدنيا هتبقى عندك مربكة شوية. فلو لاحظت جنب الكابشنز هنا هتلاقي الترانسكريبت، لو دوست عليها هيظهر لك هنا مكان الكونتنت الترانسكريبشن نفسه او السبتايتلز نفسها، لكن مكتوبة، وكل ما بيوصل المحاضر لجملة معينة بيتعلم عليها باللون الازرق. فمع الوقت بتلاقي نفسك بتنزل تدريجيا لحد ما الجملة اللي هو واصل ليها، وبتبدأ تتابع مع المحاضر. دلوقتي بقى انت عايز تترجمها للغة العربية، فقدامك طريقتين او قدامك سبيلين. اول حاجة هو ان انت تاخد الترانسكريبشن ده او الـ النص الترجمة ده، تاخده كوبي كده وتروح على اي موقع من مواقع الترجمة، وانا شخصيا بفضل الحقيقة جوجل ترانسليت عادي جدا، مش عارف ليه السمعة السيئة بتاعته، خصوصا ان مفيش موقع تلاقيه على النت بيترجم ترجمة كاملة او 100% بروفيشنال، لان كلها مجرد روبوتات بتشتغل، فالدنيا مش هتبقى دقيقة زي ما انت بتترجم بنفسك. في كمان اقتراح تاني كموقع ذات جودة عالية في الترجمة هو موقع ريفيرزو ترانسليشن، ده ممكن برضه تستخدمه زي جوجل ترانسليشن يعني. تمام، فانت بتترجم المحتوى نفسه وبعدين بتاخد اللي انت ترجمته ديت، بتاخده كوبي اهو وتفتح قدام الفيديو بتاعك مثلا نوت، وتشغل النوت دي وبعدين بتتابع بقى مع النوت والفيديو عادي جدا، بتتابع هنا الترانسكريبشن بالعربي والنوت في النوت والفيديو بيتكلم عادي، انت بتتابع معايا الترجمة اللي انت عملتها. دي نقطة لكن للأسف هتكون صعبة برضو عليك وممكن تسبب لك تشتت. طب ازاي بقى ان انا اجيب من الاخر زي ما بيقولوا واسهل الدنيا خالص؟ انت بقى قدامك فرصة ان انت تستخدم متصفح كروم، جوجل كروم، وتحمل اضافة اسمها او اي اضافة ترجمة، بس انا برضو بستخدم اضافة جوجل ترانزليشن، فبستخدم جوجل ترانزليشن واجي في اي مكان هنا وادوس على ترانزليت تو العربية، فبيجيب لي هنا الترجمة دي او ترانسكريبت اللي كان موجود هنا باللغة العربية. لو شغلت الفيديو بيكلمني باللغة العربية هنا وبيترجم باللغة العربية، هو بيتكلم وبيترجم لي باللغة العربية، فببقى متابع النصين او الاتنين مع بعض. تمام كده المشكلة اظن اتحلت والدنيا بقت سهلة قدامك اهي، وعملية التعلم هتبقى اسهل واسرع معاك واقل مجهود ان شاء الله.